حاجة محترمة جدا. وخلينا نتكلم يعني في جدول الدوري. جدول الدوري اعتقد الدوري اتقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني جزء البطولة اعتقد النادي الاهلي حسمه بشكل كبير جدا. دلوقتي ما بين الوصول للمركز الثاني والكونفدرالية بمعنى اصح اللي هو اللعب على المستوى الافريقي ومشكلة الهبوط. احنا زي ما انت حضرتك بتقول ثلاث مستويات في الدوري. النادي الاهلي في حته لوحده ده حقيقي، وطبعا يعني تقدير لراي حضرتك الاهلي الاقرب لحسم الدوري، لكن ما زال الدوري لم يحسم برضو. ده طبعا لسه عدد النقاط لسه ما كملش، ما اتحسمش يعني. لما يبقى عدد النقاط او اللي قاعد اقل من اللي عندك تبقى الامور منتهيه تماما بالنسبه لك. يعني الاهلي تماما باقي له تقريبا دلوقتي حوالي 5 مباريات ويحسم ان شاء الله 15 بونت، 15 نقطه يحسم المسابقه من النقاط المتبقيه يعني. فالاهلي في منطقه لوحده بيتكلم على 62 نقطة، واللي بعده 45، الزمالك 45، بيراميدز 45، المقاولين 40. مع الأخذ في الاعتبار ان الزمالك هيتخصم منه 3 نقاط مزبوط نتيجة انسحابه من ماتش الأهلي في الدور الأول، القصة اللي احنا عارفينها دي يعني. ففي صراع كبير جدا على المركز الثاني. انا شايف ان الماتش اللي جاي كمان بين بيراميدز والزمالك ماتش مهم جدا بالنسبة للزمالك والبيراميدز، ان الزمالك يحتفظ بآخر آماله في المنافسة على هذا المقعد، او ان بيراميدز يحسم لان بيراميدز لو كسب هيوسع الفرق ولسه في 3 نقاط، يبقى الفرق 6 نقاط كمان بين الفرقتين يعني. اعتقد ان يعني مباراه بيراميدز والزمالك القادمه هي مباراه بتحسم المركز الثاني بشكل او باخر الى حد كبير يعني. بس لو كسب الزمالك مش هيبقى اتحسم بشكل نهائي، لكن لو كسب بيراميدز هيبقى فرصه اكبر علشان 3 النقاط اللي بتتخصم من النادي الزمالك بالظبط 3 يعني، يبقى الفرق 6 نقاط. فهيبقى فرصه تعويضهم صعب، لان بيراميدز ماشي بشكل جيد ده حقيقي، بيفوز تقريبا باغلب مبارياته وهو مركز على المكانه دي يعني. عندك المقاولين ماشي بشكل قوي بشكل مميز، لكن خسر في الماتش الاخير بعد ما كسب الزمالك وعمل مباراه كبيره جدا ب10 لاعبين. ومحدش يتخيل ان المقاولين يصمد قدام الزمالك بعد 30 دقيقة من بداية المباراة، حوالي 70 دقيقة تقريبا صمد ليهم لو احتسبنا طبعا الوقت الضايع في المباراة، انه يجي قدام الجونة ويخسر يعني. ده دليل ان برضه ان الدوري فيه قوة وفيه منافسة وفيه اصرار وفيه حماس، وفي ناس بتتأثر بالنتائج اللي قبلها والنتائج اللي بعدها، فده مهم جدا. فدي المنطقة اللي في النص اللي بيتصارع عليها الزمالك، المقاولين، بيراميدز والاتحاد ممكن يخش ولا هيبقى الاتحاد لا ممكن وارد ممكن يخش. ده لسه النهارده كسب 3-1 النهارده الاتحاد عامل مباراه كبيره جدا على الاسماعيلي في الاسماعيليه، ومتقدم فايز عليه، كان متقدم 2-0 في اول ربع ساعه يعني. انت بتتكلم اتحاد السكندري، اتحاد السكندري وصل تقريبا اتحاد السكندري 34 نقطه يعني. فبتكلم اتحاد السكندري النهارده بيلعب، خلينا نشيد بالكابتن طلعت يوسف وبقيادته للفريق وبثقته وبيدير المباراه وبالاداء الهجومي اللي بيلعب بيه الفريق وبالعناصر اللي بيقدمها. لا حاجه جميله جدا. الواحد قاعد بيتفرج على الاتحاد حابب يلعب كره حلوه وكره محترمه. والحقيقه انا شايف لو ان الكابتن طلعت يوسف تم توفير استقرار كامل ليه مع الاتحاد الاسكندري، يعني مثلا يتعمل له عقد لمده 3 سنين مثلا، ويبقى محطوط خطه كابتن زي اللي انت بتتكلم عنها دايما، يبقى عندك خطه طويله الاجل. يعني خلال 3 سنين او سنتين ثلاثه اللي اقدر اوصل لمستوى معين يبقى يشارك في البطوله يعني الافريقيه على الاقل. الافريقيه على الاقل ده يبقى هدف بالنسبه لي، بحيث ان انا اقدر ابني. لكن حكايه التغيير في المدربين هي اللي بتهد دايما الفرق الكبيره وما تخليش فرقه كتير. يمكن لو شفت في اوروبا تلاقي معظم الفرق بيتعاقدوا بال3 و4 سنين مع المدربين عشان يعمل نوع من الاستقرار. ما دام انت مختار مدرب طبقا لمواصفات معينه وطبقا لشروط معينه وطبقا لقدرات، خلاص سيبه يشتغل. حتى لو تعثر بعد السيزون ويشتغل، اديله فرصته كامله، ولما يفشل نهائيا خلاص ما لقيتش فيه امل انتهت القصه. النهارده طنطا يعني. كمان المدرب الثالث في هذا السيزون بعد الكابتن طبعا ايمن مزين وكابتن محمد صلاح وكابتن احمد سامي. كل التغيرات دي مش في صالح طنطا، وانا مش شايف ان هيجيب نتيجه في الموضوع. نتمنى لهم التوفيق والكابتن احمد سامي التوفيق، لكن الموقف هيبقى صعب على اي مدرب يجي يتولى المهمه يعني. وصعب على اللعيبه. تخيل اللعيبه اشتغلت مع 3 عقول تدريبيه، فكل عقل خدهم في حته، عقل الكابتن انا رمزي غير عقل الكابتن محمد صلاح، كل واحد ليه فكره. فانا دلوقتي هبدا معاهم من الصفر احمد سامي عشان اقول لهم بفكر جديد بفكر يعني مختلف. طبعا ممكن اغير في التكتيك، اغير في اللعيبه، في المراكز، في طريقه اللعب. كل شيخ وليه طريقه زي ما بيقولوا، وكل مدرب وليه طريقه، وكل مدرب وليه رؤيه وليه فكر. والمؤكد ان المدرب بيكون ليه تاثير كبير جدا وطاغي على الفريق. ولابد ان النجاح لما يحصل يحسب للمدرب، والفشل برضه بيحسب له زي ما بيحسب له النجاح يعني. فانا بقول لك كابتن طلعت يوسف نموذج لهذا المدرب المنضبط الملتزم اللي ماشي بشكل جيد، واللي حاطط الاتحاد. انا سعيد ان الاتحاد موجود في المكان ده بادائه ده بقدرته ده في الوقت اللي حزين فيه على النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره جدا اللي دايما كان بيمثل القوه الثالثه طبعا.
في الكره المصريه بعد النادي الاهلي وبعد الاهلي والزمالك بيمثل. لكن دلوقتي دخل طبعا بيراميدز ودخل المقاولين ودخل الاتحاد الاهلي الاسماعيلي، الاسماعيلي في خطر. اللي هو هنتكلم الاسماعيلي هنتكلم احنا دلوقتي احنا دلوقتي هنخش بقى على المرحله اللي هي بدايه مش من ايه، من المركز السابع. انت بتتكلم من المركز السابع لغايه اخر الدوري عندك. انا بتكلم مركز السابع 11 فريق، 11 فريق فعلا، 11 فريق يعني في منتهى الخطوره بيواجهوا منهم امبي والاسماعيلي ومنهم فرق كبيره جدا يعني موجوده، منهم النادي المصري.